لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل والنهار يخلف أحدهما الآخر، يتعاقبان لكي يفيق الإنسان من سنة الغفلة، لكي يدرك حقيقة الحياة وسرعة انقضائها وسرعة زوالها. كما تمر السنون والشهور والأيام، هكذا ساعاتك أسرع من ذلك، خصوصا مع تقارب الزمان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في شيء في خبر من معجزاته، أن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالأسبوع أو كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كاحتراق السعفة ساعة من الزمان. ما أسرع ما مضى رمضان، كأن في اللحظات التي قبله، بل قل كأن في العام الذي قبله، تسارع الزمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة التي هي نعمة يجهل أكثر الناس حقيقتها حتى يصابوا بشيء في أبدانهم، ويرون الأصحاء عند ذلك فيعرفون قيمة ما فرطوا فيه في زمن الشباب وزمن القوة. والضعف آت لا محالة، الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إياك أن تغتر. هؤلاء الذين تراهم شيوخا أو عجزة
قد كانوا في يوم من الأيام في عنفوان الشباب. هذا الذي تراه قد سلبت قواه، هذا الذي تراه قد ذهب سمعه أو بصره، ونعوذ بالله أن يذهب عقلنا، تجد أناسا ذهب عنهم ذلك وردوا إلى أرضي العمر، نعوذ بالله أن نرد إلى أرضي العمر. اعلم أنهم كانوا في وقت من الأوقات من أذكى الناس ومن أحد الناس سمعا وبصرا وعقلا وإدراكا، ثم بعد ذلك زال عنهم ذلك، آت لا محالة. ثم الموت بعد ذلك آت لا محالة. اغتنم كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياة وغناك قبل فقرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت الحديث لوجدت فيه أمر الزمان مكررا، فالحياة من ضمنها الشباب، ولكنه خص الشباب بالذكر، والفراغ أيضا ضمن الوقت ضمن الوقت. فتأمل أن أمر الوقت معظم، ونحن في زماننا أحوج تأكيدا، أحوج اهتماما على معرفة الوقت وأهمية الوقت، لأن أوقاتنا سرعان ما تزول. ولكن اكتسب فيها من اكتسب، قد ختم القرآن في رمضان أقوام عدة مرات، وبعضهم مرة وبعضهم أقل، وبعضهم لم يفكر أن يفتح المصحف، وإنما هو مشغول بأنواع اللهو واللعب والأخبار المتسارعة من الشرق والغرب. صلى من صلى، وصام من صام، وقام من قام، وهناك ملايين من البشر ضاع منهم رمضان. لابد أن نستغل أوقاتنا وأن نهتم بزماننا. على العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، أن يكون مقبلا على شانه، بصيرا بزمانه، بخيلا بوقته. احذر أن تضيع العمر فيما لا ينفع. إن إدراك الإنسان لمرور الزمان خاصية أهل الإيمان، وإلا فالكفار والمنافقون والفاجرون لا يشعرون بذلك حتى يأتيهم أمر الله وهم في غفلة. قال سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهم في غفلة في الدنيا، وأما يوم الحسرة، نعوذ بالله من الحسرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. نعم، كلنا سيرى الموت، كلنا سيلقى الموت، وكلهم قد رآه. ثم يقال: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة
خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم، ويزداد أهل النار عذابا إلى عذابهم أو شقاء إلى شقائهم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال في الدنيا وهم لا يؤمنون. نعوذ بالله من الغفلة. إن مرور الزمان ينبئ بقرب أجلنا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وسع إدراكاتك، غير إراداتك ورغباتك، غير إراداتك ورغباتك، وسع إدراكاتك لتعلم حقيقة الحياة، كم هي صغيرة وكم نقضي نحن فيها أصغر من الصغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن هي أدنى من ذلك، لأنه لم يعطي الكفار فقط شربة ماء، بل متعهم بالأموال والبنين والنساء، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الخيل المسومة، والأنعام والحرث. أعطاهم الله عز وجل أنواع النعيم وتمتعوا فيها. كم تساوي هي إذن عند الله؟ أقل بكثير من جناح البعوضة. وكم نصيبنا منها؟ كم من الزمان نقضيه فيها؟ تأمل في رجل بلغ 80 أو 90، كيف تكون صحته؟ أو 100، هل يبقى الكثيرون منا إلى 100 عام؟ هذا معمر. ولو جاوز 100 إلى سنوات فهذا آحاد، فهؤلاء آحاد أفذاذ في العالم. وكم عمر الدنيا؟ ملايين السنين، ملايين السنين. نصيبنا منها 100 سنة أو أقل في الأغلب الأعم. وكم في المكان؟ انظر إلى المسافات بين النجوم والشموس والكواكب بملايين السنين الضوئية، هي مسافة، أي ما يقطعه الضوء في سنة، ملايين السنين الضوئية فوق تخيل الإنسان. هي بالنسبة لنا أصفار تضاف، لكنها فوق التخيل. ولكن إذا نظرت وأنت في الطائرة إلى بلدة من السماء المرتفعة وأنت في الحقيقة لم ترتفع، وإنما أنت ما زلت قريبا جدا في الغلاف الجوي، فسبحان الله كم تراها كعلبة الكبريت، كلعبة في يد طفل. وأنت نصيبك من هذه المدينة الكبيرة مسكن يبلغ أمتارا أو عشرات الأمتار، أو من يسكن في قصر واسع يقال أن بيته 200 متر، 300 متر، 1000 متر، هل يساوي هذا ما ينفق من أجل الدنيا؟ كم مساحتنا فيها زمانا ومكانا؟ والله إنا لفقراء إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقراء إليه ربا يدبر أمرنا أحيانا ويميتنا، وإذا مرضنا فهو يشفينا، خلقنا ويهدينا. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. القرآن والصلاة والصيام والنفقة والصدقة وحسن الخلق
في معاملة الناس يوسع مدارك الإنسان، يوسع إدراكاته في الحياة، ينظر في البداية والنهاية فيعلم أنه يفتقر إلى الله ربه. ومن من الله عليه بالإيمان وذاق حلاوته وذاق طعم العبادة افتقر إلى الله إلها معبودا، يوقن أن قلبه ليس بيده. في لحظة يجد قلبه مع الآية، ويجد قلبه في الركعة والسجدة، ولحظة أخرى يتقلب قلبه على غير ذلك فيشد ولا يجد ما وجده قبل ذلك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. نفتقر إلى الله إلها، نعلم حاجتنا إلى العبادة، ولكنه لن يدركها إلا من ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. مع أن جو العبادة يشيع السعادة في حياة الإنسان. وتذكروا لحظات رمضان والفرحة التي تكون عند الإفطار، وفرحة العيد الذي هو الفطر من رمضان جملة، لتعلموا أن هناك فرحة أعظم عند الله سبحانه وتعالى يوم لقاء الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والعبادة عموما يجد الإنسان بها لذة وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: وأسألك قرة عين لا تنقطع، فهي قرة العين بالله، بالقرب منه، بالرضا والرضوان الذي لا يزول، فعند ذلك تحصل قرة عين لا تنقطع، قرة العين بالله سبحانه وتعالى. إن النعيم فرع على القرب من الله، وإن العذاب فرع على البعد عن الله. أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى: وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأخبر سبحانه عن إبليس أن عليه لعنته إلى يوم الدين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. واللعنة الإبعاد، الطرد والإبعاد. فلو كان شيء أشد من الإبعاد عن الله لعوقب به، وإنما جهنم فرع على البعد، أو هي في الحقيقة مظاهر البعد من العذاب الشديد. وضيق النفس وضيق الصدر وظلمة الوجه والقلب وضيق الرزق والبغض في قلوب الخلق، نتعجب من كثرة هروب الناس من بيوتهم إلى الشوارع والمقاهي. لماذا يفر الناس من البيوت؟ أما يشعرون بالحب والود الذي يجعلهم يودون البقاء في السكن؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، ولكن لماذا يخرجون بهذه الطريقة غير الطبيعية غير المنطقية؟ لماذا الخروج بهذه الطريقة كأنهم كانوا في حبس؟ وذلك لأنهم لم يريدوا السكن، وذلك لأن البيوت التي امتلأت معاصي تؤدي بالإنسان إلى أن يشعر بضيقها وتضيق نفسه بذلك. فاحذروا عباد الله، مهما كان البيت ضيق المساحة، إلا أنه إذا كان مملوءا بالطاعة والذكر والعبادة ينشرح به الإنسان ويسكن قلبه
ويطمئن، لأن قلب العبد لا يطمئن إلا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. احذروا عباد الله من الغفلة، واجتهدوا في تحقيق العبودية، هدف الإنسان في الحياة. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. مقتضى الكلام في كلام الناس أنك إذا قلت لفلان: فلان عدوك، فهذا يكفي حتى يتعامل معه كذلك. ولكن الشيطان يعلم الناس أنه عدو ويتخذونه وليا، ولذا قال سبحانه: فاتخذوه عدوا، لأن أكثر الناس يتخذونه وليا، يقتربون منه مع أن قربه عذاب. كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قرينا قريبا منه. إذا اقترنت به وصرت من أوليائه المقربين كان هذا عاقبة العذاب، كان هذا حقيقة العذاب، أن تقترن بالشيطان. كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. أن تقترن بالشياطين، والعياذ بالله، شياطين الإنس والجن مع الضيق، نعوذ بالله من الشقاء. عباد الله، القبر ضيق، فوسعوه بذكر الله وبالصلاة وبالصيام وبالطاعة وبالنفقة وبالحج والعمرة وبإصلاح ذات البين وبحسن الخلق وبصلة الأرحام وببر الوالدين وبالإحسان إلى الجيران وبالتبسم في وجوه الناس. الناس في كرب، أعينوهم على الخروج منه ببسمة، بلمسة حانية، بمسحة على رأس يتيم، بأن تربط على كتف مهموم آنس الوحشان المستوحش، وأعنه على ما أصيب من البلاء. إن الخروج من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة هو بالعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهي تقتضي العلم. لا بد أن نتعلم الدين، لا بد أن نتعلم الكتاب، ولا بد أن نتعلم السنة. سل نفسك يوميا: ماذا تعلمت من الإسلام؟ كم بقي لك على وجه الأرض من الزمان؟ وكم تعلمت؟ وهل عندما تقرأ كل آية تعرف حقيقة ما معناها وتفسيرها؟ أم ربما ما زلت تظن أنك تفهمها وليس كذلك؟ مثلا: أما سمعت قول الله عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد؟ إذا لم تقرأ التفسير قلت: نعم، الإنسان خلقه الله محبا للخير. والحقيقة أن الخير المذكور في الآية هو المال، وهذا ذم للإنسان وليس مدحا له. إن الإنسان لربه لكنود، كفور، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، لحب المال وليس لحب الخير الذي هو الخير. هذا أضربه مثالا لحاجتنا إلى العلم. نحتاج أن نتعلم كل يوم، كل يوم تتعلم آية، حديثا، مسألة من مسائل العقيدة والإيمان، مسألة من مسائل الفقه والأحكام، مسألة من مسائل تطهير القلوب. وهل هذه تحتاج إلى تعليم؟ نعم والله إنها تحتاج إلى تعليم، لأن تفتيش النفس عن الأمراض والبحث عن خباياها المظلمة وفتح هذه الخبايا حتى تزول ويحل محلها النور ضرورة من الضرورات. ولذلك علم تهذيب النفس
علم ضروري وواجب، والقرآن مليء به، وكذلك سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن العلم أساس العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل العمل. كل منا يسأل نفسه ماذا تعلمت اليوم من دين الله عز وجل، وقد تأثرت سبله حتى صار الحديث الواحد الذي كان يرحل الناس فيه من المدينة من خراسان إلى المدينة يعني نحو الشهرين والثلاثة سفرا، تحصر عليه بلمسة من محمولك. سبحان الله. ومع تأثر السبل ومع ولود التسجيل الصوتي والمرئي، ومع ذلك يقل اهتمام الناس، ولو زاد المقطع عن 5 دقائق لقل ناظروه، يحتاجون إلى السريع السريع، لا يحتملون أن يبقوا ساعة في سماع درس أو في مشاهدته أو حتى في قراءة قرآن. سبحان الله. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون الشهرين لمجرد المشافهة. سمع جابر رضي الله عنه أن عبد الله بن أنيس سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، هو حديث مشهور. فاشترى بعيرا ووضع عليه رحلا، وجابر بالمدينة وعبد الله بن أنيس بالشام، وسافر شهرا حتى أتاه، فقال للبواب قل له جابر بالباب. فقال جابر بن عبد الله، فقال نعم جابر بن عبد الله. فخرج يجر ثوبه يعني من سرعة الحركة، فاعتنق جابر رضي الله عنه ودعاه للدخول، فقال سمعت أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه منك. حدثه بالحديث في اقتصاص الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات، ثم رجع جابر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة ولم ينزل. أي تقصير نحن في طلب العلم، أي نحن فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.